شو في ليس؟ رامي صار له شيء؟ حسون خطف رامي. هودي شبابك اللي علمتهم على الخطف والفدي والقرف. نقلبوا ضدك خواجة ليس. فتح الباب. الحمد لله. هيدي الحياة الجديدة اللي رح نعيشها رح تنسينا كل شيء. 10,000؟ شو بدي فيهم كلهم هاو؟ شو بدي اشتري بيت انا؟ عم تسكروا ابنك مخطوف؟ انت مش انسان؟ انت بالقلب؟ جنة والله العظيم جنة. ليش بتفكروا الختيارية مش هديب وخرفانين؟ احنا منعرف كل شيء. الله يشفيهم. لازم حكي. بدك تخبريه عن خيا؟ ايه ضروري. يمكن يقتلوا للصبي. لك اذا خبرتيها بتجي وبيقتلوها. لا تخاف. واللي هون شو بتعملي فيه؟ اذا الصبي صار له شيء يكون بعلمك رح تقوم لقيامي هون والجرائم رح تتشلقح مثل الجدي. انا من ساعه ما تحركت من لبنان لغايه لما وصلت هنا وانا بفكر فيك طول الوقت. هو انت بتطمنيها ظن؟ انت فاكره ان هي فارقه معاه اصلا؟ ما انتحرت عشان مريضه نفسيا ولازم تتعالج وانت عارفه كده كويس. انا ما خصني امي. يا عمرك ما تعرف قوم دور عليه، قوموا خلصونا من مشاكلكم العمى. على الاقل خد راي الدكتور عمر اللي الناس بتجيله من اخر الدنيا عشان يستشيروه. انت كنت عارفه قبل الجواز؟ لا طبعا. بتحقق حلمه. بيت حلو بيجمعنا اثنيناتنا مع ستة وشتا. سمر هي اللي عني بحياتي. لازم اقتلها. لازم اقتلها. الحمد لله يا احمد الحمد لله. يا بطل رح ترجع تمشي. الله بعت لنا اياهم لهالدكاترة اللي خلصونا. الحمد لله. سحر بدي اخبره على ليس. شو؟ انت مجنون؟ بيقتلونا. انا صرت بسبب وزتني. اجوا دكاترة من غير دول وساعدوني. وائل اللي كان ايده اليمين بصمر اتشحط وحرق له بيته. شيك خبرنا على التليفون شحطهم كلهم هو وريم والختايرية. حتى نجم شحطه لأنه ساعدهم وصلهم مطرح ما رايحين. هيدا لازم ينحبس. لازم ينشني. لازم خلص الأولاد الصغار منه ومن شره. والبنات كمان. يعني ريم ليش مريضة؟ مش لأنه بيجبرها تشتغل بالحرام؟ وبيجبرها تظهر مع مين مكان؟ إذا بتفكري منيح هو سبب كل مصايبنا هوليك. بدي دز عليه. بدي احبسه وريح الناس منه ومن شره. قولي لي راوية خبريني. ما عندي شي خبرك يا. ليش هلقد انت غامضة يا مرة؟ خبريني. وين بعتي نجم والكل؟ لوين راحوا؟ هون كلهم عم بيقولوا انك بعتيهم عبيت من بيوتك. ليش انت عندك بيوت؟ شو نفع البيوت اذا ما فيها عالم؟ مش هيدا الموضوع. سألتك سؤال جاوبين عليه. انت عندك بيوت؟ اذا حابه تطمني على ريم ووائل ونجم والختايرة اطمني. عايشين ومستورين والحمد لله. انت ما عندك ثقة فيي ما هيك؟ انا هلا عم فكر بالصبي رامي وكيف بدي رده. يعني ما بيكفي اللي حصل لاخته؟ صبحية شو بدك؟ روحي شوفي ليش اذا رجع. قولي له راوية بدها تحكي معك بسرعة 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 بسرعة. شو هالنحس يلي بيضلوا مرافق حياتنا. راوية ركزي شوي وشوفي وين مخبيين رامي. انه كيف بتشوفي للناس الغرب وقلنا ما بتشوفي لنا؟ اضربي منظر خلينا نعرف وين رامي. طمني رامي راجع سالم وغانم. سمرة شوفي له مستقبل. سمرة الله يرضى عليك. ايه هون عمول معروف. انت جاهزة؟ اجت يلا ولع الشمعة ولع الشمعة. وين؟
لك اياها بايدي. تسلم ايدي. انا لمين اشتقت؟ لإلك. لا سمرة ما تقربي، تفضل تعالي قربي، عم اقول لك قربي. امي ايدك عني، تركيني، تركوني لحالي انا وبنتي هون. هنية انا بعرف انتي شو حاسي هلا. بتعرفي؟ بتعرفي انا شو حاسي وجاي عم تحكي معي كمان؟ لو بتعرفي شو حاسي كنت بتعرفي قديش بكرهك وبكره اولادك. برحمة اهلي، برحمة ايا بنتي اللي راحت واخذت معها قلبي وحياتي. اذا ابني بدقوا شوكي رح ارتكب جريمة يحكوا عنها كل الناس، رح احميك من اولادك كلهم كلهم، حتى تعرفي شو يعني الام لما تفقد اولادها. هنية ابنك رح يرجع، ليس قال لي انه رح يرجعه. ليس ما بقى يقدر يرجع لابني؟ لانه ابني الصغير صار بين ايدين العصابات اللي رئيسة ابنك. برجع بحلف لك اذا ابني بدقوا شوكي رح احرمك من اولادي كلهم قبل ما اقتل حالي وروح لعند اولادي. اصلا انا بعدني عايشه وعم بتنفس كرمال ابني. اذا ابني راح يعني خلص كل شيء راح. حتى تجوا لعندي بعد. لا حول ولا قوة الا بالله. سعدنا عليكم كلكم. طبعا بدهم يعملوا هالتمثيليه عليكي، وبدهم يبتزوكي، وبدهم يطلبوا منك انت الفدية لانه عرفوا اني تجوزت الدكتور وانه معه مصاري كتير. لك طيب بدهم مصاري يطلبوا مني يحكوني انا مستعدة؟ بعدين راوية قالت لهم انا بفوضهم، ليش مش عم بيردوه؟ فوضوها؟ ما بعرف ما بعرف، المهم هلا بدي اتاكد انه خيي ما بو شيء. لازم نعرف على المزبوط شو بدهم، حتى نشوف اذا فينا نلبي لهم طلباتهم. بعدين الدكتور له يومين مجوز، مش منطق ندفعوا ثروته حتى يدفع فدية عن رامي. أنا مش رح أقبل خيي يصير له شي لو بدي ضحي بحياتي كرماله، المهم هو ما دقوا شوكي، بكفيني خسرت أختي نجم، ماني مستعدة أخسر خيي كمان، مش رح خليهم يعملوا هيك فيي، شو هاللعنة المليحة هالعيلة؟ ما تخافي يا سمرة، ما تخافي، رامي رح يرجع. أنا شايف قدامي دلوقتي إنسان عاطفي وحساس، ومتعاطف مع حالة مي اللي حاولت إنها تموت نفسها. وشايف قدامي الدكتور اللي خايف على سلامة المريض بتاعه، لكن للأسف مش شايف قدام الزوج اللي زعلان وخايف على مراته وحبيبته. انت للدرجة دي ما بتحبهاش؟ حاولت احافظ على الحب ده وما عرفتش، خصوصا بعد ما خبت عليها مرضها. اتجننت ساعتها وكنت عايز اسيبها، ورجعت سامحتها لما قالت لي ان هي عملت كده عشان ما تخسرنيش، وقبلت بالوضع ده وفضلت عايش فيه، فضلت عايش فيه. بس المشكلة إن أنا شوية شوية ابتديت أعملها كمريضة مش كواحدة بحبها، وأنا قبلت بالوضع ده، هي اللي ما قبلتش. طب والحب اللي بينكم خلاص خلص؟ أنا الحب ده بالنسبة لي خلص من أول ما كتبت عليا، بس هي لسه بتحبني، عشان كده كنت بحاول أحميها من أي صدمة توصل اللي هي فيه دلوقتي. بس مش حب يا بابا، شفقة. والبنت اللي جوزتها بيروت دي حاجة تانية يا حب، حبيتها من أول ما شفتها. من أول ما شفتها؟ للدرجة دي هي مميزة وتتحب؟ وأكتر من كده بكتير، هي الست اللي أنا بتمنى أعيش معاها طول عمري، الست اللي أنا بحلم إن أنا حياتي كلها أقضيها معاها. طب أنا مش هسألك هي مين دلوقتي، عشان أنا عارف إنك تعبان وعايز ترتاح، بس السؤال الأهم بقى، مي هتعمل معايا؟ عمري افكر ان انا اذي مايا يا بابا، بس انا مش هقدر اكمل حياتي مع انسان مريض. انا عايز اعيش حياتي زي ما انا بتمناها.
المهم انها تقوم بالسلامة الاول وبعد كده نقرر اللي لازم تعمله. بابا انا قررت خلاص، انا اتجوزت. تصبح على خير يا تامر. انا انعست وتعبت، بدي اقوم نام. يلا تصبحوا على خير. وانا كمان. الله يهنيك يا عروس. الف مبروك يا عروس. الله يهنيك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. تصبحي على خير. وانت بخير. ضربوك كتير معك؟ مش مهم. نجم وجعت كتير؟ نسيت. أنا كتير بحبك. أنا كمان بحبك كتير سمرة. أنا مبسوط إنك أنت مبسوطة وعم تحققي حلمك، عشان هيك ما خبرتك، ما حبيت نزعلك فرحتك. بدي خيي يرجع بالسلامة. رح يرجع، رح يرجع. قلبي بيقول لي إنه رح يرجع. إن شاء الله. أنا بدي فل، بس قبل بدي أعطيك شيء. عطاني تامر 10,000 دولار، هدول نصهم خدهم. أعوذ بالله. شو بيك نجم، بدك تزعلني؟ مو المعروف بترجيت خدهم. يلا هدول مش بس إلك، هدول لريم ووائل كمان، بدي إياهم ينبسطوا يعيشوا حياة طبيعية قبل سمح الله يصير لهم شيء. خليهم يزبطوا البيت، يجيبوا تلفزيون، ما بعرف، كهرباء، دش، ديون ينبسطوا. انت اطيب انسانه بالدنيا كلها سمر. انا مبسوطه لكم كثير، صار عندكم بيت وعايشين بامان. علي انا اذا كان بدي اهرب صار في مطرح روح عليه. انتبهي، ما حدا بيعرف عنواننا هون، بس انت اذا حسيتي شي نهار بخطر هربي دغري لعنا. بعرف. يلا انا تاخرت، لازم امشي. خليك يا عم، تاخر الوقت سمرا. ما في، تكذبت على تامر، قلت له نايمه بالاوتيل، لازم ارجع. انتبهي على حالك، تقبري. انت كمان سلم لي على الكل وحكينا بكره. اكيد. انت شو عم تساوي لهلا؟ انا مبسوطه قوي يا حبيبي ان كل مرضى بتوعي هيتعالجوا عند دكتور مدحت ومراته. تعرف ان مرات دكتور مدحت دكتوره نسا زيي برضه؟ مش شرفك رشا هلا هذا حديث؟ انت شايفه كتير مناسب نفتح هذا الحديث هلا؟ حديث ايه يا باسل؟ انا مش فاهمه حاجه. صلى من الصبح بهاي السيره، كل هالدوشه وكل هالشغل ولسه ما فتحت العياده، بس تفتحيها شو رح تعملي؟ انا اسفه يا حبيبي، بس انا بحاول اخلص كل حاجه من هنا عشان ما اسيبكش واسافر. عم تحكي من كل عقلك؟ هلا انت فكري حالك انك هنا؟ من الصبح على اللابتوب بتقولي لي هنا؟ والله لو سافرتي كان أحسن. أنا بعتذر. أكيد مو قصدي إنه لو سافرتي كان أحسن. باسل، أنا هفتح عيادة هنا واشتغل، وطبعاً أنت عارف يعني إيه دكتور هيبقى عنده عيادة، يعني هبقى مشغولة. أنا بحترم قرارك إن أنت مش عايز تشتغل غير في عيادتك وفي بلدك، بس أنت كمان لازم تحترم قراري. أنا سبت الدنيا كلها وجيت هنا عشان خاطرك وعايزة أبقى مراتك. كل مرة هتشوفني بيها مشغولة أو مهتمة بشغلي هتتضايق، دي تبقى مصيبة. أنت فكرتيني متضايق لأنه أنت عم تشتغلي وأنا لا؟ لأنه صار عندك عيادة؟ طلعي فيني. فكرتيني بس سطحية وسذاجة؟ أنا ما عم بشتغل مو لأنه ما بقدر بشتغل، لأنه أنا ما بدي أشتغل. وهي بتفرق كتير. تصبحي على خير.
معي سيف. روان حسون جاي يتفاوض معنا. مين حسون؟ حسون الشاب اللي خطف رامي. اكتشفت انه هو عمل القصه، الشباب التانيين ما معهم خبر. ايه شو هو الوحيد اللي بيعرف مطرح الصبي، هلا جاي يتفاوض معنا. ايه كثير منيح. اذا بنخبر راوية الا نطتك وقت ما فليت بدها تفاوضوا على المصاري. هلا ما تحكي مع حدا، نحكي معه لحالنا. انا سايبك على الخيمه. طيب رح غير ثيابي لحاك. يلا بسرعه. فوت حسون فوت. عم تعمل علي انقلاب يا صرصور؟ انا مش صرصور، احترم حالك. شو عم تقول لك؟ عقل روحي عقلك، عقلك تمد ايدك علي مره ثانيه. الصبي انا بس بعرف وينه. اي والله والله لخليه يموت من الجوع والعطش وطلعوا بعد 100 سنه هيك العظمه. ليك بذكرك انه انا اللي خطفته للصبي، فاخر همي اذا بيموت ولا بعيش. واضح، اصلا انت مش فرقان معك حدا، واخرتك عطل كثير يا معلم. لا يا كلب، لا يا شباب، 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 لا يستوطي لحيطه ويحكي شو ما كان، شو بدك يعني اعمل معه يعني؟ ليه قتلته؟ هو الوحيد اللي بيعرف وين الصبي. كيف قتلته يا بلا مخ؟ سحب علي سكين، شو بدك يعني اعمل؟ بتركه يقتلني؟ ليس؟ ليه انت بتفكر اللي بحالك؟ انت انسان مش طبيعي. راوية كان بدها تفاوض وتعطيها مصاري لنجيب الصبي، شو بدك يعني نعمل هلا؟ بندفنوه ونخلص. اصلا مين رح يسأل عنه؟ بعدين ما في حدا غيره وغيرك بيعرف اللي صار. هيك هيك بهالسهولة؟ والصبي وينه؟ هلا خلينا نخلص من اول مصيبه بعدين بنفكر بالصبي. ما فينا بعد، مات. سيف سيف شو عم تطلع فيي امي هيك؟ فايت عم بهددني وسحب علي سكين، شو بعمل؟ بدك يقتلني؟ خلص امي مشي معي، خلص مشي معي امي مشي حبيبتي حبيبتي حبيب قلبي. هي سمير مثل الطيارة على خيمة الاجتماعات بسرعة. شو عم بصير يا سيد؟ هيدا الشاب اللي خطف رامي هو الوحيد اللي بيعرف وينه رامي. قلكم ليس قتلوا قبل ما نعرف وينه. ما حدا بيعرف وين رامي هلا امي. يا ويلي يا ويلي، يدل عليكم يدل عليكم انا شو معترى فيكم. يدلي خلص حبيبتي روحي، خلص مشي معي على البيت، مشي مشي حبيبي حبيبي حبيبي. اشتقت لك. وانت كمان يا روح قلبي، وحشتيني قوي قوي قوي. قولي لي كلمتين حلوين، قولي. الدنيا فاضيه مالك؟
الأوضة كتير بشعة بالك، الليل النهار كل شي كل شي ما بقى له طعم. أنا ما بعرف كيف كانت حياتي قبل ما أتعرف عليك، ما كنت عارفة إنه الحب هالقد حلو. بعدك معي حياتي أنت عمر؟ لا خلص بس بسمعك يعني. ليش لكن ما عم تحكي؟ يعني أنا من ساعة ما عرفتك وأنا اللي بقول مستكتر علي الكلمتين الحلوين اللي بتقوليهم دلوقتي دول. ها؟ حياتي أنت. طمني كيف صارت معي؟ والله حبيبتي كويسة كل حاجة تمام الحمد لله. ماشي بس خبرني تفاصيل، يعني في شي خطر عليها؟ لا بقولك ايه، انا مش هتكلم عن اي حاجة تضايقك ولا تزعلك، احنا هنتكلم عني وعنك وعن حياتنا ومستقبلنا وبس. ماشي؟ ماشي حبيبي. طب ايه حبيبتي قولي، عرفت اي حاجة عن اهلك؟ ما في شي، امبارح حكيت مع خالتي وتطمنت الوضع منيح، يعني أكيد متضايقين بس ما صار شي مشاكل كتير، مش متل ما كنت مفتكرة يعني. طيب كويس حبيبتي، هتعملي ايه النهاردة؟ ما بعرف، بلكي أعمل سياحة ببيروت. سياحة ببلدك؟ مش أنا رح صير مصرية؟ يعني أنا صرت سايحة ببيروت، هلأ بنزل ببرم شوي، في كم شغلة عايزتهم بدي اشتري. طيب يا حبيبتي هكلمك اول لما اقدر. ماشي يا حبيبي، خدي بالك من نفسك. مع السلامه. يلا امي. يلا حبيبي. خي شو هالهوا الحلو وهالطبيعه وهالخضره. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. ألو سمرة؟ كيفي؟ إيه نجم، وينك مشغول؟ فيك تجي لعندي؟ خايفة هون لوحدي. من شو خايفة؟ حدا حكيكي؟ حدا أجا صوبك؟ حدا عرف وينك؟ لا لا، ما حدا عرف ويني ولا حدا تلفن لي، بس حاسة حالي غريبة ووحيدة هون، بدي أخلق لوحدي. ما تخافي، ليك أنا نازل على بيروت هلأ، رح أمرق على المكتبة تشوف إذا ريت تعجيت. خايف عليها كتير. خايفة على رامي يا نجم كتير، مع أني متأكدة إنهم رح يرجعوا ما رح يعملوا له شي، بس يقبرني هلأ بيكون خايف ومقهور. تعرفي سمرة، أنا بطل عندي أمل إنه ريت تحس فيي أو تشوفني، بس هيك مبسوط إني بحبها وبشتقلها. طيب ماشي، روح أنت ورجع لعندي ما تتأخر، الله يخليك، كتير بحاجة لإلك. هلا وقت بوصل على بيروت انا بدي اقول لك، بتقولي لي وين عنوانك وبجي لعندك. مع السلامة. الله معك، يلا بقى. يا حزرك شو بدي ساوي هون؟ شو؟ بدي ساوي هون من الدجاج، خلينا نقعد هون نشرب قهوة ويقعدوا هالدجاجاتي برعطوا بالأرض. مش حلو؟ حلو. بس بدي اياكم تنتبهوا على صحتكم شوي أكثر، إلكم من على بكره مهديتوا. ما تخاف. أهم شيء ما حدا يعرف إنكم مرضى هون. الناس اللي برا منهم أحلى بكتير من اللي جوا عنا، كلهم أضرب من بعضهم، فهمنا؟ أهلين. أهلين. أهلين صبحية. صار لك يا أمي؟ كل الليل عم ترجفي. سلامتك يا أمي. دخيلك يا أمي، روح عايتي لراوي بسرعة بسرعة. روح يلا. أوه. يا أمي صباح الخير يا سمي. ازيك يا حبيبتي؟ قولي لي شفتي أنكل عمر؟ كريم من شوي وقالي إنه ما يفقت وحاولت تتكلم. طب الحمد لله. أنا روح أطمن عليه يا أمي. روحي حبيبي. أهلا يا تامر. ازيك يا بابا؟ مي صاحية من بدري والدكتورة النفسية كانت عندها. أنا عايزك قبل ما تدخل لمي تعدي على الدكتورة عشان عايزك ضروري. أنا فعلا خايف المقابلة دي يا بابا. تفتكر رد فعلها هيكون إيه؟ الدكتورة خايفة من أول لقاء بينكم.
عشان كده عايزه تدخل معاك لمي، لان هي اللي هتبقى حالتها. معلش عشان عندها عمليه دلوقتي. وبابا في ايه؟ انت بتكلمني كده ليه؟ بكلمك ازاي يعني؟ معرفش، بس كانك زعلان مني وبتلومني، محسس ان انا سبب في اللي حصل لمي. انا مش بلومك، انا بعاتبك عشان خبيت عليا حقيقه مرض مي. انا مش فاهم ازاي ابني الوحيد يخبي عليا حقيقه مرض مراته السنين دي كلها. مش يمكن لو كنت عرفت من بدري ما كناش وصلنا اللي وصلنا له؟ افكرك تاني اني دكتور؟ وانا دكتور برضه يا بابا، ومتهيألي عرفت اعالجها واحتويها طول السنين اللي فاتت دي، لدرجه ان انت نفسك ما شكتش ان هي تعبانه اصلا. انا لو كنت وصلت لها موضوع جوازي اكيد ما كانش حصل كده، لان كنت عارف اوصلها لها بطريقتي كويس. على العموم ربنا معاك، دي حياتك وانت اللي لازم تقرر هتعمل فيها ايه، ولو احتجت اي حاجه هتلاقيني جنبك. انا دايما محتاجك يا بابا. لك شو هذا يلي صار؟ شي ما بيتصدق. شو هالاخ يلي عندك؟ اه شو هاد؟ شو هالعمايل؟ لك هذا مو بني ادم، هذا شيطان معبى بنطلون يا عالم، والله شي ما بتتصدق. حسي حالي رحمه، روحي عم تطلع من جسم دخيلك. امي ما تقولي هيك، الله يخليكي ما تقولي هيك. ما تعملي ما بينفع يا ام سيف، ما بيفيد ولادك ولا بيفيد حدا. قومي قومي وقفي على رجليكي، خلينا نعرف شلون بدنا نطلع من هالمصيبه. مش بيد، والله العظيم مش بيد. حسي عم بخسر ولادي، عم بخسر ولادي كلهم يا راوية. هلا لازم نفكر كيف بدنا نرد الصبي بالسلامه، بعدين بنفكر بالشغلات الثانيه. قتلوا قتلوا، هو اللي بيعرف مطرح الصبي. قتلوا يا عالم قتلوا. تخيلك يا رامي ما تخبر حدا، انا عم خبرك لانك انت طلبتي تتفاوض مع الخاطب. تخيلك خبرتك لانه لازم تعرفي شو عم بيصير. بوز ايدك ما تخبري حدا يا رامي. خلاص خلاص طمني، خلاص. يا معتر يا رامي، رح يموت مطرح ما هو مخطوف. هلا يا معتر يا رامي. اخ تخيلك قومي. لك شو هالحكي هيدا خالتي؟ شو يعني ما ردوه؟ خلصنا بقى، شو هالحركات هاي؟ ما رح يستفيدوا شي من يلي عم يعملوه، بدو المصاري؟ انا ورايا مستعدين لكل شي، يتفضلوا روحوا يتفاوضوا معه ويرجعوه لخيي، بلا حركات بلا طعمة بقى. حبيبتي القصة مش صغيرة، سيف فاقد عقليته على الآخر. لو خلصني منه بقى، بكره بينسى، قديش بده يعني؟ جمعة جمعتين شهر بالأخير بده ينساني. لك لا لا، هيدا اللي أنا خايفة منه. خايفة تفكري إنه القصة صغيرة، تقومي تجي ويلقطوكي ويقتلوكي. سمرة، أنت كسرتي لسيف، وطيتي راسه قدام الكل. القصة مش بهالسهولة وما رح يسكت عنا. هو اللي وطى راسه، بعدين هيدي حياته أنا حرة فيها، لأني مرتبطة بحدا ولا خنت حدا. شو بده فيي يا عمي؟ شو كفارة اتجوزت بالحلال أنا؟ هو ابن عمك وأولى فيكي، عمل سهرة عرس وأنت ما جيتي، يعني ما رح يتركوكي لا تكوني عبرة لغيرك. ما تجننيني خالتي، شو بكي انت واقفة معهم حاطة الحق علي؟ أنا بس خايفة عليكي. ما تخافي علي، أنا ماني غلطانة بحق حدا، والله رح يوقف معي. بعدين أنا صار عندي رجال قوي بيحميني، أنا أصلا عم تلفن لأطمر على خيي رامي. ما أكدي أنهم رح يرجعوه، سيف وليس ما رح يسترجوا يزعلوا لبي. بكره مثل الشاطرين بيرجعوا، ما تعطليهم، انا ماني خايفه. اشتقت لك كثير يا سمره، البيت فاضي بلاك. حبيبتي خالتي، انا اشتقت لك كثير. ان شاء الله يا رب كل شيء بيزبط وبتهدى الامور وبتجي بتعيشي عنده ونكفي حياتنا برواق. فكرك مين بده يربي لي اولادي غيرك؟ انا بدي اجيب 4 اولاد طفلي. ها ولك جيبي 10، وانا مستعده احطهم بعيوني وعقلبي مثل العسل. تقبريني يا سمر، أنا خايفة عليك. يا دلي عحلتي من دونك، دخيلك يا خيل تنتبه عحالك. تقبريني أنت خالتي، ما تخاف علي، ماشي؟ ما بدي سكر وأنت هيك. حبيبتي تبع على حالك، مع السلامة. ليش
بكفي لعبة من شغلي وش حاطط بسببك. خاطف لي الصبي ومعيشني اعصابي. تعرف قد ايه بحبك وعندي ضعف تجاهك. رد لي الصبي وخلي القصة تخلص. ليه عم طلع في هيك؟ عم اقول لك رد لي الصبي وين حاطه؟ عمي سيف راح يشوف شو القصة، ان شاء الله بيرجع والصبي معه. ما فهمت. شو قصدك؟ حسون الشاب اللي كان معه الصبي مختفي وما عم بيرد علينا. شو يعني؟ راح سيف يشوف وينه وان شاء الله بيرجع والصبي معه. يعني ابني ضايع؟ خطفته هلا ضيعته؟ جاوبني، يعني ابني هلا ضايع؟ حسون غير له مطرحه، بس لاقي حسون اللي قصده. ليك انت من لحمي ودمي وبتعرف قديش بحبك، بس اللي راح يأذي ابني راح اقتله بايدي هول، حتى لو كنت انت. فهمت يا ابن خيي؟ وانت بتعرف كتير منيح كيف بنفذ الكلمه اللي بقولها. لقيته؟ لا ما لقيته. بسيطه، انا بعرف كيف لقيت وحسابكن عندي بعدين. حسوا ما كان منسق مع حدا يا ليس، ما حدا من الشباب معه خبر بقصه الصبي. هلا لازم نفكر وين ممكن يكون خايف الصبي. لازم نحط كل الاحتمالات ونفتش عليه بكل المطارح وبسرعه كمان. بسرعه ليس. شو هالمصيبه يعني؟ انا كنت حابب تمسافر خلاص.